غير العالم. احنا في بغداد في القرن التاسع ميلادي في اوج الحضارة الاسلامية. احد الخلفاء اطلب من واحد من الجهابذة بالبلاد ان يقترح مشروع بناء مستشفى في مكان مناسب في المدينة باش يكون المكان هذا هو الامثل بالنسبة لعلاج المرضى. فكر بطلقس اليوم طويلا، ثم اخذ برشا قطاع من اللحم، حط كل واحدة فيهم في عمود خشبي وفرقهم في بلايس متعدة ومتفرقة. قاعد يراقب بدقة في القطاع متاع اللحم، وكل ما تفسد لحمة ينحاها حتى لينعرف أنهي اللحمة اللي فسدت الأخرانية، وغادي تبني المستشفى بلاصة نقية خالية من الدخان والتراب تساعد المرضى على العلاج بطريقة أفضل. الحادثة هذيك كانت سبب شهرة كبيرة لمن أصبح يعرف بعد ذلك بلقب أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق. نحكيه اليوم على علامة فارقة في تاريخنا القديم والحديث. نتكلم اليوم على أبي بكر الرازي. أشهر الروايات تقول أنه أبي بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي تولد سنة 251 هجري 865 ميلادي في مدينة الري بالقرب من طهران الحديثة. في شبابه درس الطب في بغداد، ثم عاد لمدينة الري بدعوة من الحاكم منصور بن إسحاق وتولى إدارة المستشفى هناك. غادي ألف الرازي للحاكم كتاب المنصوري في الطب وكتاب الطب الروحاني، زوز كتبة مكملة لبعضها، واحد يحكي على أمراض الجسم والآخر على أمراض النفس. منذ نشأته كان الرازي شخص غير تقليدي، روح الفضول المعرفي والعلمي عنده كانت مرتفعة جدا، حبه للعلم والبحث كان مسيطر على شخصيته، واهتمامه الأول كان بالطب، كان شغوف بمطالعة كتب الأوائل من الطب الإغريقي وغيره من المراجع. كان مؤمن أنه من يريدون أن يتعلمون الطب لازمهم يعيشوا في مدن كثيفة السكان باش يكثروا المرضى، وعلى هذاك انتقل لبغداد في فترة التعليم. ما كان يخلي حتى شيء يعطلوا على التقدم بعلمه وبمعرفته، وعلى هذاك الترك للإنسانية ما مازال يؤثر فينا حتى يومنا هذا. ادرس أبي بكر الرازي الرياضيات، الطب، الفلسفة، الفلك، الكيمياء، الأدب والعلوم الشرعية. اشتهر في بلاده وجابها شمالا جنوبا شرقا وغربا، اخدم في مستشفياتها وخلى فيها الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في العصر هذاك. أعماله ترجمت للاتينية وبقات المراجع الأساسية في الطب حتى القرن السابع عشر. من أعظم ما كتبوا تاريخ الطب، كتاب المنصوري في الطب، الأدوية المفردة وغيرهم. أبي بكر الرازي هو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصناع المراهم، وعنده عديد المؤلفات في الصيدلة، ساهم في تقدم العقاقير، وعنده أكثر من 200 كتاب ومقال في مختلف العلوم ساهم بهم في تقدم الإنسانية. على امتداد قرون كانت مؤلفات الرازي هي المرجع الأهم في الطب في العالم، كتبه ترجمت بكل اللغات، واليوم في 2019 ما زالت البعض منها تدرس في أكبر الجامعات العالمية. شخص وهب حياته للعلم فتميز فيه وفاق تأثيره تأثير كل من سلك طريقه. هو واحد من الأعمدة الرئيسية اللي قامت عليها الحضارة الإسلامية، بل هو واحد من أعمدة تقدم البشرية ككل. إسهاماته لا تحصى ولا تعد، وبنيت على أسسها مختلف أنواع تقدم الطب في عالمنا إلى يومنا هذا. لذلك احنا اليوم النجم نكون تعساء لفكرة أننا كنا نمتلك العلم وفرطنا فيه، لكن الأكيد أن لازم نكون فخورين أن من قدمائنا شخص يدعى أبي بكر الرازي تقدم بالعلم، نفع البشرية وغير العالم. غير العالم.